إن كنتم تسألون كأمين عام ما هو الخيار الذي أفضل؟ أصبت طبيعة الحال، ولكن ما أعلنت في مناسبات سابقة لأنني أنقسم للخيار الثاني، والله يشهد أنه في حرارة نفسي وفي أعماق نفسي أؤمن بضرورة وبحتمية الانتصار لهذا الخيار الثاني، وفي قرارة نفسي بالرغم من عوامل الإحباط التي أشعر بها كأيها بشر، وبالرغم من عوامل التشاؤم من حالات التشاؤم أحياناً التي أشعر بها كأي بشر، ولكن في أعماق نفسي وفي قرارة نفسي أؤمن بقدرة الجماعة، أؤمن بأننا قادرون، نحن القيادات اليوم مع المناضلين اليوم قادرون بذكائنا الجماعي أن ندبر خلافاتنا وأن نستوعب خلافاتنا وأن نتجاوز معاركنا الصغيرة وأن ننتصر جميعا بصوت الحكمة والعقل وأن نلتف جميعا حول مشروع واحد، حول تعاقد واحد معلن، تعاقد معلن، ولا أؤمن سوى بالتعاقدات المكتوبة والموثقة والمعلنة. هذا هو قناعة انتصار خيار تربيه الجمال، وأنا هنا أستغل هذه المناسبة لكي أجدد الالتزام بالعمل الصادق والمتتالي تبقى يقيا وراء هذا الخيار الثاني ذكرت الخطوة ديال المعارك. أضيف إلى ذلك ولربما سيلاحظ عدد من الأخوات والإخوان أنني أصبحت ربما مميتا من كثرة ما رددت هذا الكلام، لأنه قلت في مناسبات سابقة وكنعاود نقول في هذه المناسبة ديال اجتماع اليوم، أنا من الذين يؤمنون بأن البشر خلقهم الله سبحانه وتعالى، نفس بشر خلقها الله سبحانه وتعالى وهي تتنازعها نزعتان، هذا الشيء اللي كانت الديانات وهذا الشيء اللي قالوه معظم الفلاسفة، البشر داخل منهم هناك نزعتان تتنازعان، نزعة الخير ونزعة الشر، وعندما يتنازع ويتصارع أفراد داخل تنظيم معين أو داخل جماعة معينة، عندما يغلبون منطق التنازع، عندما يغلبون الجانب الشرير فيهم، فإنك تجدهم من حيث يدرون أو لا يدرون يتسابقون من أجل كفران أقبح ما خلق فيه الله سبحانه وتعالى، يجتهدون من أجل شحن معاوي الهم، يجتهدون من أجل النيل من الآخر، من أجل تحطيم الآخر، ولكن عندما يغلب أفراد الملتفون داخل الصور أو داخل جماعة أو داخل إطار التنظيم كالحزب، عندما يغلبون المنطق التعاون المنطق النصر، عندما يغلبون منطقة التعاون في بيتهم، فإنك تجدهم يتسابقون من أجل إخراج أنبل وأجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى به. هذه هي الروح الأخوات والأعزاء، هذه هي الروح اللي بغينا نغلبوها اليوم بهذا المنعطف الآن الذي يجتازوا قسمه. أخوات والإخوة الأعزاء، بغيت نذكركم اقتضاب شديد لأنه يهمني أن ننصت لبعضنا البعض وأطرح نفسي لأنني ما أنجزش كثير في هذا الاجتماع، ولكن يهمني أن أذكر أننا اليوم رغم أننا قطعنا أشواط خلال يحدى 10 سنوات بنجاحاتها وإخفاقاتها، رغم كل العقبات والتحديات والأعطار والمشاكل والضربات والمؤامرات التي حلت في السر والعلن والتي واجهتها قياداتهم بدءا من الاخ حسن بن عدي، مرورا بالاخ الفاضل الدكتور محمد الشيخ بيد الله، مرورا باخينا الفاضل الاخ مصطفى الدكوري، وانتهاءا باخينا الفاضل الاخ ياس عمر، والذي قدروه بحنكتهم وبذكائهم ولكن بالتفافنا جميعا حولهم وبدعمنا لهم تمكن جميعا للتجاوز كل تلك الضربات وكل تلك العقبات. تحديد الموضوع اليوم هل
سنستطيع إذا كان من الجماعي أن نواجه ما يتربص بحزبنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.